التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بفلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حالياً. تم بين الجانبين تناول بحث التطورات في الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق 48 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية خلال 10 أيام الأولى من شهر مارس الجاري. تأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية. وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح نزلاء السجون زيارة استثنائية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 16 من مارس وحتى نهاية ذات الشهر، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الأم. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، ولا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية وإتاحة الفرصة للنزلاء للتواصل مع ذويهم ومشاركة أسرهم للاحتفال بمختلف المناسبات. كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت عصر اليوم هزة أرضية على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت في الساعة 4 عصراً و52 دقيقة و11 ثانية بقوة تصل ل 3.5 درجة على مقياس ريختر. يفتتح الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. يعد هرم زوسر أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية. توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من غد الثلاثاء، محذرة بشدة من تخفيف الملابس نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى على مدار اليوم الواحد.